سوق السيارات دلوقتي حدث ولا حرج، مظبوط؟ صحيح. القانون ده لغاية لما يطلع للنور ويتنفذ المشاكل دي ملاش حل؟ هي المشاكل بتاعت سوق السيارات متعلقة أكتر بمشاكل السوق ككل، متعلقة بفكرة السياسات النقدية ومتعلقة بفكرة السياسات المالية بتاعت الحكومة. بناء عليه عشان كده مهم أن الحكومة تقعد تشوف هتعمل إيه في الموضوع ده. متفاهمين وجهة نظر الحكومة، لكن في الآخر الوضع بقى صعب، لأن أنت عندك إشكالية كمان مش بس في مسألة السيارات الجديدة أو المستعملة، أنت عندك إشكالية في قطع غيار السيارات على سبيل المثال. صحيح. ده بيأثر على أسطول النقل الكامل بتاع البلد. لما بنتكلم عن النقل مش نقل ركابه بس، نقل بضائع، نقل سلع، نقل حتى في الخدمات. فده أمر مقلق وخطير، وأعتقد الحكومة على علم ودراية بيه، وبالتالي لابد ان احنا بس نسرع شوية من هذه الإجراءات فيما يتعلق. وده أمر جاي يعني ميزته ان هو إجراءات تنفيذية، فالحكومة تقدر تتخذه من غير ان هي تروح للمجالس التشريعية وتاخد الدورة التشريعية الكاملة بتاعتها. وعلى ذلك أتمنى ان احنا خلال الأسابيع الجاية نشهد انفراجة إلى حد ما في هذا الأمر. كان في اقتراح ان احنا ليه ما نرجعش نستورد السيارات المستعملة مثلا؟ والله هقول لحضرتك على حاجة، هو كان في أكتر من إشكالية في الموضوع ده برضو. أنا هنا بنقل ما قرأناه يعني ما سمعناه من الحكومة، وبعضها متعلق بمسألة المدى التزام المركبات دي بالاشتراطات البيئية، وده أمر مهم لأن أحيانا بعض المركبات المستعملة القديمة بتكون غير ملائمة للاشتراطات البيئية، بالتالي مهم أن يحصل الموضوع ده. لكن سواء مركبات مستعملة أو غير مستعملة، هو المسألة كلها في مسألة أن أنت إزاي تقدر تدي مساحة لمسألة حركة التجارة، سواء سيارات جديدة أو مستعملة. وبالمناسبة عايز أقول لحضرتك على حاجة، إذا أنت قدرت تفتح شوية الأمور وتتحرك، إحنا لغاية نهاية 21 كان سوق سيارات بينمو، سيارات المستوردة بتنمو. صحيح. ويمكن أنا مش هذكر الرقم بالضبط، بس كان في نسبة نمو معقولة جدا على أساس سنوي في نهاية 21 سنة 21. فبالتالي المسألة ملهاش علاقة بسيارة مستعملة ولا سيارة جديدة، ليها علاقة أكتر بحاجتين، إن أنت عندك تفتح المساحة بتاعت السوق إنك تسمح بحركة التجارة، ده رقم واحد. رقم اتنين إن أنت فيما يتعلق بالجانب البيئي إنك تضمن إن هي تكون متماشية مع الاشتراطات البيئية. حاجة تلاتة، الحاجة التالتة إن أنت برضو توفر شيء من الحماية للصناعة الوطنية. إحنا في عندنا مصنعين سيارات كتيرة جدا، فأنت احيانا لما قد يكون ان انت اذا فتحت الاستيراد للسيارات المستعمله قد يؤدي لشيء من المنافسه غير السليمه مع المنتجين اللي هنا، واحنا قاعدين بنعمل لهم مجلس وبنحاول نساعدهم يعني، نحاول نزق شويه معاهم يعني. احنا زي ما انت قلت